تجضرب ألف زائد باء في ألف ناقص باء يساوي الوحدة الرابعة الكشوف الجغرافية والحرب العالمية الأولى. دور أولياء الأمور جدا مهم في هذه المرحلة وفي المراحل السابقة، ولكن يعتمد في هذه المرحلة للأحداث التي مرت جائحة كورونا ورب ضارة نافعة، الوسائل التعليمية والأمور. وبالنسبة لأبنائي لهم برنامج يومي وبرنامج أسبوعي للمتابعة لكي يستطيعوا على الحصول على أعلى الدرجات العلمية. يخرج الناس من الظلمات إلى النور. أولا بدأت يوم الدراسي بكل حيوية وبكل تفاؤل، وقبل ما أبدأ يوم الدراسي الفعلي كان في مراحل سابقة. اولا استعديت وجهزت المكان وهيأت نفسي جسديا ودماغيا لتلقي العلم قبل يمكن بنص ساعة ساعة، وجهزت مواد العلمية، شفت قناة عين الجدول اللي عندي، جهزت مواد اللي على الجدول، بدأت الحصة الاولى رياضيات، جبت الملزمة، بديت اسجل الاشياء المهمة ودونت الاشياء اللي عليها يعني التركيز، واستفدت صراحة كثير وما اختلف عندي حاجة بين الصف الافتراضي وبين الصف المدرسي. تربية عبارة عن ألف زائد باء.